خرجت منه إليسا نانسي عجرم وإيل كفوري اللي قلنا اللي تخرجت منه تنعيمة سميح ولطيفة رأفت اللي هو ديال عبد النبيل الجراري استوديو أضواء المدينة يمكن مواهب فوالا اكزاكتو فهادو محطات مهمة في حياة أي موهبة الحمد لله استوديو دوزام يعطاني واحد القوة أنني وفرت واحد العشر سنين باش يعرفوني الناس وهذا لا يمنع أن استوديو دوزام بوحدو كافي باش نكون فنان فالدليل على كاينين بزاف للأسف ما قدروش يديروا حتى حاجة وخفازوا باستوديو دوزام هذا ما كيمنعش أن خص المثابرة من بعد البرامج خصك تجتهد مليار في المية باش تقدر توصل ديك الموهبة اللي هي فعلا ماشي غير صوت وإنما أشياء أخرى كتجي من مورا الصوت هو فعلا ماشي كافي باش تكون فنان ولكن كنقول ان الموهبه خصها تشتغل على راسها باش توصل